السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم عود تاني في فيديو جديد، والحلقة الثانية من سلسلة صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد ما شفنا الحلقة الأولى ديال أبو بكر الصديق، جاء الدور في الحلقة الثانية على عمر بن الخطاب، الخليفة القوي والعادل والرحيم. هنشوفوا في هذا الفيديو الاسم الكامل ديالو والحياة ديالو ومدة الخلافة. ما علينا، هادشي كامل هنشوفوه في هذا الفيديو، بقاو معانا. عمر بن الخطاب هو ثاني الخلفاء الراشدين ومن العشرة المبشرين بالجنة. هو عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن الكعب ابن لؤي ابن فار. ولد رضوان الله عليه قبل البعثة بثلاثين سنة بمكة بقبيلة عادي. كان رضوان الله عليه في الجاهلية سفيرا لقريش، وكانت له مكانة كبيرة وسط قريش، وكان يتكلم باسم قريش مع القبائل الأخرى، وكان رجل شجاع وقوي ولديه العلم ورجاحة العقل وحسن التصرف، ذلك ما جعله سفيرا لقريش في الجاهلية. وكان رضوان الله عليه في الجاهلية يعبد الأوثان ويشرب الخمر. أسلم رضوان الله عليه في السنة السادسة من البعثة وعمره 32 سنة. تزوج رضوان الله عليه 7 زوجات، 3 منهم في الجاهلية. لما دخل عمر بن الخطاب الإسلام عرض على زوجاته الإسلام بعد نزول قول الله تعالى: فلا تمسكوا بعصم الكوافر. فطلق رضوان الله عليه زوجاته اللتان رفضن الدخول إلى الإسلام. ولديه رضوان الله عليه 13 طفلا، 9 ذكور و4 إناث. وأشهر أولاده رضوان الله عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنه. كان أكثر صحابي يحاول أن يطبق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أصبح رضوان الله عليه يمشي نفس مشية الرسول صلى الله عليه وسلم. شارك الفاروق مع الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع المشاهد والغزوات، وقد كان له رضوان الله عليه عدة مواقف في مشاركاته في الجهاد في سبيل الله، حيث قتل رضوان الله عليه خاله العاص بن هشام في غزوة بدر، مؤكدا أن رابطة العقيدة أشد وأقوى من رابطة الدم. وانطلاقه رضوان الله عليه بسرية بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هوازان، والتي تعتبر من أقوى القبائل، دلالة على قوة الفاروق وحنكته العسكرية في المواقف الصعبة. ومن مواقفه رضوان الله عليه تصدقه بنصف أمواله في غزوة تابوك. بعد وفاة أبو بكر الصديق في السنة 13 للهجرة، اجتمع الصحابة على تولي عمر بن الخطاب الخلافة، وعمره آنذاك 52 سنة. فقد شهد خلافته رضوان الله عليه اهتمامه الشديد بالرعية، بحيث كان يخرج رضوان الله عليه ليلا يتفقد أحوالهم. ومن مواقفه رضوان الله عليه في اهتمامه بالرعية أنه خرج في ليلة فوجد امرأة تطبخ لأولادها وهم يبكون، فقد كانت تغلي الماء في النار إيهاما لأطفالها بأنه طعام حتى يناموا. وعندما رأى الفاروق ذلك المشهد جشع على ركبتيه وتلعثم لسانه وانفجر بالبكاء من خشية الله. فانطلق رضوان الله عليه مهرولا يبكي، وعاد يحمل معه الدقيق واللحم. ومن حكمته رضوان الله عليه ورجاحة عقله في تعامله مع مرض الطاعون، حيث خرج رضوان الله عليه إلى الشام ومعه عدد من الناس. وعندما علم الفاروق أن المرض انتشر في الشام أمر الناس بالعودة وعدم الدخول للشام. فقال له أبو عبيد بن الجراح: أفرارا من قدر الله؟ فرد عليه الفاروق قائلا: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم حمد الله تعالى. وعند عودته رضوان الله عليه سمع عبد الرحمن بن عوف يقول أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. ومن مواقفه رضوان الله عليه مع رعيته في عام الرمادة، عندما أصاب الناس فيه القحط وجاع المسلمين حتى كاد يصيبهم الهلاك. وقد سمي بعام الرمادة لأن الأرض أصبحت جرداء سوداء كالرماد من قلة المطر، فصار الناس من البوادي إلى المدينة المنورة. وقد قدم الفاروق في هذا العام للرعية كل ما هو موجود في بيت المال للناس،
وإزداد ألمه وحزنه على المسلمين، ولم يقبل أن يأكل إلا الزيت والخل حتى ضعف جسده واسود وجهه، وبقي الحال على ذلك 9 أشهر حتى فرج عليهم الله وصلى الفاروق والمسلمون صلاة الاستسقاء. عمر بن الخطاب عندما تولى الخلافة توسعت الفتوحات الإسلامية وازدهرت في زمنه، فقد توسعت الدولة الإسلامية فوصلت الصين من الشرق وبحر قزوين من الشمال وتونس وما خلفها من الغرب والنوبة من الجنوب، حيث فتحت الجيوش الإسلامية في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بلاد الشام وإيران والعراق بالإضافة إلى مصر وليبيا، وكان ذلك كله في 10 سنوات و6 أشهر و4 أيام وهي مدة خلافته رضوان الله عليه. فقد توفى رضوان الله عليه يوم الأربعاء قبل انتهاء شهر ذي الحجة ب3 أيام. فقد مات رضوان الله عليه مطعونا غدرا من طرف أبو لؤلؤة، وقد بعث ابنه عبد الله إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مستأذنا منها أن يدفن بجانب الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق، فأذنت بذلك. هادشي اللي كاين الخوت، وكيبقى عمر بن الخطاب الخليفة العادل القوي والشجاع. فقد شهدت خلافته توسع الدولة الإسلامية وازدهارها في زمنه. والآن وصلنا النهاية ديال الفيديو، ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد بحول الله.